الحاجة أظن كده التالتة أظن في الكلام، إنه إحنا كنا بنتكلم في إنه إذا كانت هناك أي مباني خدمية هتقام فهتقام بنسبة 0.9% من المساحة الكلية من بالظبط، إجمالي المساحة الكلية. يعني أقل من 1%. دي هتبقى مباني خفيفة، اللي هي المباني اللي هي صديقة للبيئة حلوة بالظبط، أوي، قابلة للفك والتركيب. عظيم. يعني مش هتبقى إنشاءات خرسانية، مش هنعمل عشان إنشاءات برضه الناس خرسانية. تبقى مطمنة، هتبقى كلها حاجات صديقة للبيئة من أخشاب وحاجات زي كده قابلة للفك والتركيب. رائع جدا. مفترض انه هذا المشروع ياخد وقت قد ايه من بداية التطوير وحتى الانتهاء منه؟ والله كان يعني من سنة ونص لسنتين، لكن تم اختصار المدة إن شاء الله إلى سنة يتم العمل بكثافة إن شاء الله وننتهي من هذا المشروع. خلال الفترة دي يا دكتور هتبقى الحديقة شغالة ولا هتبقى مغلقة أمام الزائرين؟ والله حضرتك يعني طبعا برضه التعليمات الخبرات الاجنبيه اللي موجوده وتعليمات الاتحاد الدولي انه اثناء هذا العمل تكون الحديقه مغلقه، لان هيبقى فيه طبعا اعمال برضه تحت الارض، سواء مواسير سواء صرف وري وحاجه زي كده، هيبقى فيه اعمال بنيه تحتيه، تغيير الارضيات اللي هي الاسفلت ده يعني طبعا اصبح غير لائق بحديقه الحيوان. ماساه يعني اللي فكر في الفكره دي، ماساه كده. يعني فالتغيير الارضيات ده يستلزم ان احنا برضو نغلق الحديقه عشان ما يبقاش في اي مشكله لاي زائر. هنجيب بقى حيوانات جديده وحاجات زي كده ويبقى عندنا طبعا احنا تنوع هيزيد اعداد الفصائل كمان، مش بس يا الاعداد سيدي. الحيوانات، اعداد الفصيل بتاعها. احنا هنجيب طيور نادره، هنجيب، لان عوده للاتحاد الدولي ده هيسهل علينا ان احنا نجيب حيوانات نادره ما نقدرش نجيبها دلوقتي. الاتحاد رائع. الدولي لا يسمح بشحن طيور او ثدييات او يعني او زواحف نادره في مكان غير متفق يعني مع الاشتراطات اللي بيحطها الاتحاد. غير مطابق للمعايير الدوليه. لانه في الحاله بالظبط دي هيجي يقول لك لا ما تنقلش الحيوان ده من بيئته الطبيعيه الى مكان اخر بالظبط، الا اذا كان المكان الاخر مطابق للمعايير. مطابق للمعايير الدوليه. طب ده كلام كويس جدا. فطبعا ان احنا نجيب اعداد من فصائل كثيره جدا من حيوانات وطيور ما كانتش موجوده عندنا هنقدر نجيبها ان شاء الله. الحديث حول حديقه الحيوان بكل ما حضرتك تفضلت بيه ينسحب ايضا على الاورمان. صحيح طبعا، طبعا هيبقى في توحيد بين حديقه الاورمان والحيوان، وحتى يعني يمكن طبعا حديقه الحيوان الاورمان، انا اسف، حديقه نباتيه فقط. ايوه. هيتم اضافه عنصر جذب ليها، هتتعمل الطيور كلها في حديقه الحيوان، وهي تبقى زي عباره عن خيمه شبكيه كبيره جدا، الطيور هتبقى منتشره فيها والناس هتدخل جوه الخيمه ديت بحيث ان انت تبقى ملاصق على طول للطيور دي. هيبقى في طبعا وسائل ابهار وهتبقى تصوير ان شاء الله كلنا هنستمتع بيه ان شاء الله. يعني هناخد الطيور نحطها في خيمه شبكيه عملاقه في الاورمان داخل الاورمان بالظبط، فيبقى بحيث عندي ان احنا تجربه نحافظ جديده. على البيئه النباتيه بتاعتها، وفي الاماكن اللي هي تسمح بعمل الخيمه دي هتتعمل فيها الخيمه النباتيه عشان تبقى موزعه يعني بين حديقه الاورمان والحيوان. طيب.